إن الخوف من النقد يفقر البشرية، إنه مصدر كل الامتثال الذي يحطم البشر ويحبسهم في قوالب لا شخصية من السلوك. كم من مؤلف شديد الحساسية لم يجرؤ أبداً على مواجهة النقد العام فأغلق على أفضل المؤلفات وأروعها، وكم من عامل كان لديه أفكار جيدة لتحسين الحال في مكتبه أو في ورشته، ولكنه لم يعبر عنها خوفا من أن تسخر منه الإدارة أو أن يعامل زملائه كشخص يحاول لفت الأنظار. تأمل مثلا هذه الفتاة وهي الآن مخطوبة ومزدهرة مثل الوردة المتفتحة. ماذا حدث معها؟ بالطبع هذه هي معجزة الحب والسعادة، ولكن هناك شيء آخر قد حدث. لقد وجدت رجلا لا ينتقدها. قبل أن يحدث ذلك كانت صامتة بقدر ما كانت شقيقتها ثرثارة. كانت شقيقتها فخرا لوالديها بسبب نجاحها الدراسي ومهاراتها في التعلم، أما هي فكانوا يعتبرونها غبية لأنها كانت تكره المدرسة ولم تتمكن من مواصلة الدراسة أكثر من التعليم المتوسط، ولذلك كانت دائما تخشى أن تفتح فمها لألا تنكشف كل ثقافتها من خلال تعليق ساذج. أما الآن فقد أصبحت فجأة تستطيع أن تقول لخطيبها كل ما يدور في ذهنها، فتجد يتعجب قائلا: هل تعرفين أنك حقا في منتهى الذكاء؟ وحتى إذا قالت شيئا ساذجا فإنه يراه بديعا ومبتكرا وعبقريا، شيء مذهل. هذا بالإضافة إلى أنه رجل مهذب جدا. إنها تحكي له كل ذكريات الطفولة التي لم تجرؤ أبدا على ذكرها خوفا من السخرية، فإذا به يهتم جدا بسماعها، إنه حقا يفهمها كل الفهم. وهي تستطيع أيضا أن تخبره حتى بالأشياء البغيضة التي لا تفتخر بالمرة بتذكرها، فيراها أنها ليست أشياء خطيرة بالمرة، بل إنه أخبرها مرة إنه قد فعل أشياء أسوأ من ذلك بكثير. إنه في منتهى التواضع ويجعلها تشعر معه بالراحة التامة من خلال معرفته هي تشعر بأنها امرأة أفضل. لقد تمكنت من التصالح مع العالم كله، كما إنها بدأت تصلي من جديد، الشيء الذي لم تفعله منذ زمان طويل. وهناك أيضا أشياء تشعر بالفخر من جهتها ولم يكن في إمكانها قبلا أن تتحدث عنها مع والديها، لأنهما كان سيقولان لها: أنت متكبرة، يجب أن تخجلي من نفسك. أما خطيبها فهو يتعجب قائلا: هذا شيء رائع، أنت إنسانة رائعة. من مشاهداتنا للتفتح المذهل الذي يحدث للشخص عندما يحاط بالحب والثقة وعندما لا يشعر بالإدانة، يمكننا أن ندرك مقدار الطاقة الخانقة التي يولدها الانتقاد. كذلك فلقد لاحظنا أيضا أن كل إنسان ينتقد الآخرين ويخنقهم لأنه هو نفسه يعاني من الخنق. إن فتاتنا هذه لا تنتقد خطيبها، وإنما هي معجبة به، فهي معجبة به لدرجة أن والديها يشعران بالغيظ ويقولان لها: أنت لا تتعاملين معنا بمثل هذا الكرم، وإنما توجهين لنا النقد اللاذع، وكأن خطيبك به كل الصفات الحسنة وليس فيه أي عيوب. لننتظر ونرى ماذا سيكون رأيك بعد 10 سنوات من الزواج. بالطبع إن شهر العسل لا يدوم إلى الأبد، فهو يبدأ يتغير في اليوم الذي تلاحظ فيه الزوجة أن زوجها أناني، أو في اليوم الذي يلاحظ فيه الزوج أن زوجته تتكلم كثيراً. ولكن أحدا منهما لا يستطيع أن ينطق بكلمة خوفا من تعكير الانسجام الذي ما زال يسود بينهما، ولكن عيونهما مفتوحة وهما يسجلان يوميا ملاحظات ذهنية عن أشياء أخرى كثيرة صغيرة تؤكد ظنهما. نعم، في يوم ما سيحتاجان كما فعل صديقانا الذي كنا نتحدث عنهما منذ قليل إلى مناقشة صريحة وإلى ما يسمى بتصحيح الاتجاه أو الميتانويا، ذلك التغيير المعجزي للقلب من أجل إنعاش اتحادهما مرة أخرى. عندئذ سيعترفان بأنهما كانا يخشيان أحدهما الآخر. هذا الخوف قد نشأ من الإدانة، والإدانة تنشأ من الخوف، وحتى الحب لا يستطيع أن يصمد أمامهما. وإذا كانت علاقتهما جنسية قد ظلت قائمة،
لأنها كانت تبدو أقرب إلى تمثيلية هزلية يلعبها كل منهما لصالح الآخر. وعندما يبدي الشخص مقدارا من الحب أكبر مما هو موجود بالفعل، فإنه يبدأ يشك في الحب الذي ما زال الآخر يقدمه. هل رأيتم الطاقة المدمرة الموجودة في الإدانة؟ إنها تتسلل فلسة إلى الزواج الذي يبدو سعيدا وتنخر سرا في بنيته قبل مدة طويلة من وقوع أي نزاع بين الطرفين. إن في إمكانهما أن يطرد هذا العدو الماكر وأن يتغلب عليه فقط إذا تعاونا معا. ففي نور الله وفي جو الصلاة والمشاركة الروحية وفي الصمت الطويل يمكنهما أن يتجاوزا السلسلة الرتيبة للأفكار اليومية إلى تأملات أعمق وأقل إشباعا للكبرياء. عندئذ سوف يسمع صوت الله، وسوف يدرك كل منهما أخطاءه الشخصية، وسيتمكن من الإفصاح عنها للآخر. بالطبع هذا شيء غير ممتع بالمرة، ولكن لا توجد طريقة أفضل من هذه لهدم روح الإدانة، فإن الإدانة لا تكتشف إلا في لحظة سقوطها. في هذه اللحظة يكتشف حجم الإدانة التي كانت موجهة للطرف الآخر بدون إدراك من الشخص. هذا هو تصحيح الاتجاه أو الميتانويا أو تغيير القلب أو العبور من ملكوت هذا العالم إلى ملكوت الله. عندئذ يتفجر من جديد الحب الجارف بين الشريكين.